يلا يا أحمد. أحمد ذهبت نقط الإسكندرية صيفا. ذهبت إيه يا أحمد؟ في الإسكندرية ولا إلى الإسكندرية؟ إلى إلى. ذهبت إلى الإسكندرية. هنحط خط تحت كلمة إلى. كله يحط خط معايا تحت كلمة إلى. إياد أسامة. إياد أسامة. إياد. ركبت فيه. ركبت الفيل. لا نقط حديقة الحيوان. ركبت الفيل. في ولا إلى؟ فيه. في. ركبت الفيل في حديقة الحيوان. شكرا يا إياد. محمد شادي. محمد شادي. يلا يا محمد. حمل النمل الحب. نقط الحر. في الحر ولا إلى الحر؟ في الحر. في الحر. هنحط خط تحت كلمة في. عبد الرحمن مرجان. عبد الرحمن. أتناول الفطور. نقط الصباح. إلى ولا في؟ في الصباح. أتناول الفطور في الصباح. سليم. ارسم دائرة حول الحرف الصحيح. مديني صورة يا سليم ومديك حروف، انت اختار الحرف المرتبط بالصورة. هيا سليم. الصوت. هيا سليم. هنختار حرف السين ولا الشين؟ سين سين سين. حرف السين. نعمل عليه دائرة. يلا يا أسيل. أسيل. مديني حرف الباء وحرف التاء. بيض. هنختار حرف ايه يا أسيل؟ بيض. يعني الباء ولا التاء؟ الباء. حرف الباء نعمل عليه دائرة. يلا يا آدم. آدم شعبان. مديك صورة يا آدم. بيقول لك حرف التاء ولا حرف النون؟ إيه؟ أسد. لا هو مش أسد. نمر. نمر. النون. حرف النون. هنعمل دلالة على حرف النون. إياد. إياد أحمد. نعم يا ماس. يلا يا إياد معي. يا ييشة. الصورة اللي بعدها صورة ييشة. ريشة. ريشة يا إياد. اختار حرف الراء ولا زي؟ يا. حرف الراء. هنفتح الصفحة اللي بعدها يا سنة أولى. هنفتح الصفحة رقم هنفتح الصفحة رقم 3. هنا مديني صورة سنقولها. بيقول لك ابحث عن علامة الاستفهام ولونها. مديني صورة. المفروض ان انا الصورة دي هدور على علامة الاستفهام موجودة فين فيها وابدأ الون علامة الاستفهام او احددها. مين هيعرف يقول لي؟ يلا يا يوسف. نعم. يوسف نقدر نطلع علامة الاستفهام فين؟ أسد. فين في الأسد؟ رأسه. رأس الأسد. ده تقصد ده يا يوسف؟ بس أنا لا علامة
الفهم جايه فين؟ في وش الاسد ازاي؟ مش انا لقطه. خدوا بالكم معايا سنه اولى. بصوا علامه الاستفهام جايه فين؟ ممكن نسمع ثواني. بصوا علامه الاستفهام جايه فين؟ وش الاسد اهو. بصوا جايه ازاي؟ في اول علامه استفهام دي رقم واحد، جايه الجزء اللي هو نصف وجه الاسد والانف. فين تاني؟ ها إيه؟ أنا عارف البق 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 بق إيه؟ الأنف والبق. بق إيه يا إياد؟ أني شكل أو أني صورة أو أني حيوان؟ الديل بتاع الأرض مس زي القرد. تمام مس. وكمان هلوم الفيل الديل بتاع الأرض. ثواني أنا بسأل إياد. حاضر ثواني. زي القرد اللي فوق ده يا سنة أولى. زي القرد الجزئية دي، الجزئية بتاع زي القرد دي ادي تاني علامة استفهام. سنة أولى احنا قلنا اللي انا هسأله بس. ثواني خلاص كله يلون معايا. يبقى اول جزء هنا الجزء الخاص بالأسد، وجه الأسد بالأنف وزي القرد ده. ها عبد الرحمن مرجان. نعم. ايه تاني يا عبد الرحمن؟ وزلمت الفيل. ازاي زلمت الفيل؟ بص زلمت الفيل جايه ازاي. بص جايه ازاي. هنجيب منها ازاي علامه استفهام؟ ممكن الثعبان. هو جاي هنا الثعبان فعلا. بصوا جاية ازاي اهو. بصوا خليكم معايا زي ما انا عاملاها كده. بصوا جاية ازاي هتمشي ازاي اهو. الجزء اللي هو بتاع وشه ده جاي التانية. هطلع لكم ليها تاني اهو. دول تلات علامات استفهام يا سنة اولى. هنعملهم بالقلم اهو. وجه انا عملتهم بس علمتهم اهو. التلاتة دول تلات علامات استفهام. شاطرين ممتازين سنة أولى. يلا يا أسيل. ها عملنا علامات الاستفهام. يلا يا أسيل رتب الحروف لتكون كلمة. مديني تلات حروف وطالب مني أجمع كلمة. أول حروف يا أول كلمة يا أسيل. عندنا حرف السين والراء والعين والغين. رسم. ها رسم. رسم. طيب تعالوا نقول كده را رسم. رسم رسم يعني رسم. رسم مش رسم. طب قوليها تاني. قولي حروفها كده. را سين غين. رسغ. أيوة. لا مين يقول لك الكلمة الأولى؟ أنا يا مس عارفها. أنا غير أنا قلت أنا اللي بختار. يلا يا يوسف. نعم. هاي يوسف. أنا يا مس. غ. ممتازة يا أسيل. غ راسة. غ راسة. أنا يا مس. ثواني. يبقى أول كلمة غ راسة. غراسة. فين مالك؟ مالك يا مش غراسة. مالك. يلا يا مالك. الصورة الحروف اللي بعديها عندك حرف الصاد. قاف. قاف. مش غراسة يا مش. اول كلمة غراسة. 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 أول ما أنت قلت غراسة. أول كلمة عندنا كلمة غ. غ. مقرز بقول رقم اتنين صقر. غراسة. بس بقول لك رقم اتنين صقر. تاني كلمة صقر.
مالك سليم الاثنين يعني براحتك، عايز تكتبي كلمه واحده تكتبيها، عايز تكتبي الاثنين تكتبيهم براحتك. سليم الكلمه الثالثه يا سليم، عندك حرف الواو والميم والزين. يا سليم موزة موزة م م موزة موزة كلمة موزة. شكرا يا سليم. محمد شادي، محمد شادي نعم. هيا يا محمد اخر كلمه يا محمد، عندك حرف السين والميم والشين. شمس. شمس كلمه شمس. ش شمس شمس. يبقى احنا عندنا رتب الحروف لتكون كلمه. عندنا اول كلمه و راس، اللي بعديها ممكن اقول صقر لما اقول كلمه قطره. الكلمه اللي بعديها موزه موزه. اخر كلمه شمس شمس. يلا نشاط خمسه معانا بيقول ارسم دائره حول الاجابه الصحيحه. يعني هو هيسالني سؤال وعايز مني اعمل له دائره على الاجابه اللي انا شايفاها صح، او الرسمه اللي انا شايفاها صح. من هذا؟ ادم شعبان. من هذا؟ عشان اجاوب على السؤال ده لازم اعرف الصورتين دول ايه، وهذا بتيجي مع المذكر ولا بتيجي مع المؤنث، ومين في الصورتين دول بتتماشى مع المذكر او مع هذا عموما. هيا ادم، ادم شعبان، اول صوره فين؟ فين على المذكر ولا المؤنث؟ مذكر. هذا بيسأل عن المذكر. طب انت عندك صورتين يا ادم، عندك فيل وعندك زرافه، مين فيهم بيجي مع هذا؟ مش زرافه، دي غزاله. غزاله. انا فيهم المؤنث. مش احنا قلنا هذا بتيجي مع المذكر؟ يعني انا اقول هذا فيل ولا هذا غزالة؟ هذا فيل. يبقى انا هكتب هنا تحت الغزالة، نكتب مع بعض تحت الاولى هذا فيل، وانا هكتب هنا هكتب تحت هنا هذا تحت الفيل هذا فيل، واعمل على الفيل ده دائرة. مس؟ نعم. هو ليه الفيل قاعد على الكرة؟ معلش بيلعب يا ادم. هنكتب كده تحت الفيل هعمل هذا زرافة. لا مش هعمل زرافة بقى، الزرافة غلط عشان الزرافة بتيجي مع هذه، وهو هنا بيسألني هذا، فهذا بتيجي مع المذكر. هذا فيل، اعمل تحت الفيل اكتب كده هذا فيل. وبعد ما اكتبها نيجي الصورة الثانية هكتب غزالة ولا زرافة؟ لا لا الصورة الثانية مش هكتب حاجة، هسيبها فاضية، وهاجي على الفيل كده وهعمل دائرة. يبقى انا هعمل دائرة هي نيجي غزالة ولا زرافة؟ هي غزالة ولا زرافة؟ مش هنكتب هنا حاجة خالص، مش هنيجي جنب الصورة دي خالص. الفيل هكتب تحتيه هذا فيل واعمل عليه دائرة. مش عندنا أربع حصص، عندنا أربع صفح عرض. خلاص سنة أولى كتبنا وبعدين آخر صف. خلاص سنة أولى كتبنا، أجيب الصفحة اللي بعدها. أيوة هعمل دائرة على الفيل وهنكتب تحتيه هذا فيل. هعمل دائرة على الفيل واكتب تحتيها هذا فيل.
ليه؟ انا عرفتها صح. بصي ايه صفحه رقم 4 يا متناوله معايا. ايه هي رقم 4؟ هي صح هي دي معايا سناوله. ماشي يا عبد الرحمن، نطلع الصفحه رقم 4 يا سناوله. برضه هيسالني سؤال وعايزني اجاوب واحدد الشكل اللي هو بيسال عليه. بيقول لي من هذه؟ يا ماس ايش اللي صوت يا سناوله؟ سليم. هذه جدة. هذه جدتي او امي زي ما انا عايزه اكتب. بس اقول الاول يا سليم هذه دي بتيجي مع ايه؟ هذه دي بتيجي مع البنت ولا مع المؤنث؟ يلا طيب مع المؤنث. هذه بتيجي مع المؤنث. وانا عندي صورتين، في صوره مؤنث في صوره مذكر، يبقى اقول هذه جدتي ولا اقول هذه ابي او ولد؟ هيا سليم اقول انهي صوره فيهم، انهي صوره فيهم هعمل عليها دائره؟ هذه امي. الصوره رقم واحد. الصوره رقم واحد. اللي عايز يكتب هذه امي يكتب، واللي عايز يكتب هذه جدتي يكتب عادي. يبقى انا ممكن اكتب هذه امي وماما امي. حلوة عشان افضله مكان يكتب. اكتب بخط جميل.